في قلعة غوردون في شمال اسكتلندا، اليوم حدث هذا العام لسكان هذه المنطقة من موراي، إنهم تجمعوا من أجل ممارسة لعبة هايلاند. دليل آخر إن دعت الحاجة على أن الإسكتلنديين يحبون تقاليدهم، وهذا لا يمنعهم من رؤية أوروبا بعين جيدة. إنهم أقل تشكيكاً بأوروبا من بقية أنحاء المملكة المتحدة، وهنا نطرح السؤال: هل يجب البقاء في الاتحاد الأوروبي أم الخروج منه؟ البريطانيون مقسمون حول البقاء في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه. تصويت الإسكتلنديين قد يكون حاسماً. سأستفسر من الجميع هنا. وفقاً للاستطلاعات، من 65 إلى 70% من الإسكتلنديين لصالح عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي كأعضاء هذه الجماعة الفولكلورية المحلية. أعتقد أن اسكتلندا لا تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي. أغلب الإنجليز يصوتون للأحزاب المحافظة التي تريد الخروج من الاتحاد. إذا غادرته المملكة المتحدة سيكون هناك بعض التوتر. اسكتلندا ستنفصل عن المملكة، بذلك إذا خرجنا من الاتحاد سنخرج من المملكة أيضا. هل الإسكتلنديون سيعزفون الموسيقى الخاصة بهم في التصويت في 23 من حزيران يونيو؟ تعادل الأصوات قد يحدث فرقاً كبيراً. لنتوجه الآن إلى ماكداف. هناك تراجع في هذه البلدة الساحلية الصغيرة. معظم الصيادين يشعرون بالغضب من الاتحاد الأوروبي. منذ عقود الكثير منهم ترك المهنة، والكثير من الشباب ترك البلدة بحثاً عن عمل آخر. روس كاسي يلقي اللوم على الحكومة البريطانية قائلاً إن لندن أهملت المنطقة بينما ساعدتها أوروبا. روس هو عضو في الحزب الوطني الإسكتلندي مؤيد للاستقلال ولأوروبا. التأثير المالي للاتحاد الأوروبي سيكون واضحاً هنا في ماكداف، إنه واضح للعيان. هذه الدعامة خلفي قبل سنوات كانت ممولة جزئياً من قبل الاتحاد الأوروبي. إذا قررت المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد لن يكون لدينا هذه المخططات للتمويل. بلدة مثل ماكداف وأخرى صغيرة في جميع أنحاء اسكتلندا ستستمر بالتراجع بدلاً من الازدهار كما يجب. في ماكداف هناك خطط لتطوير الميناء، لتنفيذها الأمر يتطلب تمويل الاتحاد الأوروبي لأن الحكومة البريطانية لا توفر الملايين اللازمة في حالة خروجها من الاتحاد الأوروبي. الإسكتلنديون سيغضبون حقاً لو رأوا أنفسهم خارج الاتحاد الأوروبي وضد إرادتهم ومن قبل بقية المملكة المتحدة. من الواضح أن هذا سيؤدي لمحادثة جديدة في اسكتلندا حول مكاننا في المملكة المتحدة. هنا القلب النابض لاسكتلندا، منطقة تنتشر فيها القلاع والتقطير. هنا إنتاج الويسكي منذ العام 1770. جون هارفي ماكدونو الذي عاش لمدة 20 عاماً في الصين هو الذي يدير المشروع العائلي. كالكثير من الإسكتلنديين يعارض مغادرة الاتحاد الأوروبي. لدينا مشروع كبير، ربما حوالي 80% من مبيعاتنا تذهب إلى الصين وتايوان. حيصتنا في السوق تتنامى في أوروبا وأمريكا الشمالية، إذن لدينا سوق كبيرة للذهاب إليها، أي العالم بأسره. الاتحاد الأوروبي جزء مهم جدا فيها. بفضل اتفاقيات التجارة الأوروبية الحرة بإمكان الشركات الموجهة للتصدير أن تبيع منتجاتها بسهولة أكبر. إنها الحجة الرئيسية لديفيد فروست دبلوماسي بريطاني سابق ومفاوض تجاري في الاتحاد الأوروبي، كما إنه رئيس جمعية ويسكي سكوتش. حوالي 40% من صادراتنا تذهب إلى أوروبا. إذا تركنا الاتحاد الأوروبي ستتضاعف أمامنا الحواجز الإدارية، وإذا خرجت بريطانيا فسنفقد الوصول إلى اتفاقية الاتحاد الأوروبي للتجارة الحرة. هذا واضح. ستضطر المملكة المتحدة إلى إعادة التفاوض على الاتفاقية الخاصة بها، ومن الواضح أن الأمر سيستغرق وقتا. مصلحتنا هي أن نكون جزءا من أكبر سوق ممكن مع أقل عدد من الحواجز المحتملة. سوق واحدة تمنحنا هذا. اتفاقية التجارة الحرة تمنحنا ذلك.
ذلك؟ لماذا نريد أن نحيد عن ذلك؟ قبل بضع سنوات العنف والفقر والأوبئة ظواهر كانت مرتبطة بواقع هذه الضاحية في غلاسكو التي يطلق عليها غوربلاس. في نهاية القرن التاسع عشر هذه المنطقة كانت معروفة بالخطر والمشاريع الحضرية للستينيات والسبعينيات فشلت في تغيير وجهها. اليوم تتم إزالة أنقاض مبنى يتكون من 24 طابق هدم قبل أيام. الفكرة هي توفير مساكن اجتماعية بجودة عالية ومضمونة ومساحة كافية للعب والتقاء الجيران. نحن مدعوون من قبل السكان، إنهم يتذكرون صعوبات الماضي في المنطقة. لا يمكن الحصول على 200 عائلة في مبنى واحد. حين يكبر الأطفال في مبنى حول ثقافة المخدرات والكحول وعصابة تحارب، إنهم يجدون أنفسهم مشاركين بكل هذا. إننا أفضل هنا. أموال الاتحاد الأوروبي ساعدت في تمويل تجديد هذه المنطقة، وكان ذلك من الأمور الجيدة. من أصول بلجيكية وفرنسية وألمانية وإيرلندية، أصول توضح تماماً أسباب تعلقهما بأوروبا. لا نرى أنفسنا كسكوتلنديين فقط لأننا ولدنا في اسكتلندا، إننا أوروبيون. أنا فخورة جدا لأنني أوروبية. أعتقد أنه سيكون من غير الحكمة بالنسبة للمملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي. العديد من سكان اسكتلندا على قناعة بأن أوروبا تحمل عقلية أفراد الطبقة العاملة العادية. الأسهم الأوروبية هي ممارسة التضامن. المصرف الأوروبي للاستثمارات استثمر مليار جنيه استرليني جديد في المساكن الاجتماعية إضافة إلى 3 مليارات يورو، وسيمول 20,000 وحدة سكنية جديدة. حسنا، إنها مساعدة مالية كبيرة من البنك الأوروبي للاستثمار لأنه تمويل مستقر وبنصف الثمن. لقد وفر علينا أموالا كثيرة. هناك صلة بين رغبة أوروبا بدعم المجتمعات الفقيرة وبين ما نقوم به وبين الأموال التي نتلقاها من مؤسسات كالمصرف الأوروبي للاستثمار. هناك رابط واضح جدا ونأمل أن يتم الحفاظ عليه، لأنه وبدونه لا نعرف من أين يمكن أن نحصل على هذا النوع من التمويل مستقبلا. رحلتنا تنتهي من حيث بدأت نحو الشمال. الآن حان وقت لعبة هايلاند. مستقبل أوروبا في أيدي الإسكتلنديين، وبإمكانهم التحكم في استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. بالمناسبة الفائز اليوم هو أقوى رجل في إسكتلندا، لوكاس فانتا من بولندا.